أضحكم بهذا السؤال، أظن أنه مهم جدا. بالفعل التداول النقدي ارتفع في سنة 2023 ب 10%، نفس الشيء في السنة اللي قبل منها، بالطبع في كوفيد ب 20%، ولكن كانت ظرفية خاصة بها، وبالتالي كاين نقولوا سياسات متكاملة باش نقلصوا من الاعتماد. أولا كاين الفترة الثانية ديال الاستراتيجية الإدماج، الانكلوزيون فينانسيير اللي جاي هاد السنه. كذلك كاين هاد الفرصه ديال الحمايه الاجتماعيه والدعم الاجتماعي المباشر، لان كاين تحويله ديال 25 مليار سنويا ديال الدرهم، فبالتالي كنشجعوا المواطنين على فتح حسابات بنكيه، ولكن كنعرفوا بان الحسابات البنكيه ماشي هي الحل الوحيد، وما كتلائمش عدد ديال الفئات، وبالتالي خاصنا نعتمدوا على تقنيات جديده بحال الموبايل بانكين وغيرها من الاليات باش نقلصوا من هاد الارقام. هادو اللي كنقولوا الناس اللي ما كيستطيعوش يمشيو للقطاع البنكي ولا ما عندهمش الاليات، ما عندهمش الانترنت وغيرها. كاين كذلك كما تكلمنا عليه القطاع الغير المهيكل اللي كيمثل حسب الارقام حتى 20 أو 30% ديال الاقتصاد. كذلك محاربه القطاع الغير المهيكل غيساعد كذلك باش نبقاوش في هذا. ونذكر كذلك بعض الاسباب اخرى اللي يقدر يكون تهرب ضريبي، فشفنا الاجراء اللي كاين في قانون الماليه ديال سنه 2024 باش تكون واحد الغرامه جزافيه باش الناس اللي عندهم نقد يحولوهم لابناك ونقصوا من هذا الرقم. شكرا.